بس هو حس ان انا لازم اطلع في الفتره دي. يعني برضو اول ماتش ليك واول ماتش للنادي الاسماعيلي في ظل نجوم كبيره، وانت كنت بتلعب مع نجوم كبيره برضو، خلي بالك يعني الخضه من الطرفين، من كل حاجه، كل حاجه يعني. جدا. كان حسام غالي اعتقد موجود، وابو تريكه كان كابتن احمد حسن، كابتن حسام غالي، كابتن جدو، كابتن وائل جمعه، كابتن شريف عبد الفضيل، كان بيلعب قدامي كابتن برات. فانا اصلا يعني اخر بلعب معاهم في البلاي ستيشن يعني. فان انا الاقي نفسي ان انا بلعب معاهم، بالعكس انا مبسوط لحد النهارده. كذا حد يقول لي يا ريتك ما بس لعبتش خضة، الاسماعيلي، خضت. بس انا بصراحه والله انا لما بلعب ماتش انا ما كنت خايف، ما كنتش خايف، ما كنتش خايف خالص. فكنت واللعيبه كانت مساعدانة على كده، انت ما تخافش، احنا كانوا بيعملوا معاك هنبقى. ايه بقى، ومين اللي كان بيتكلم معاك دايما؟ بصراحه كل لعيب بيبقى ليه موقف معايا بصراحه. في اللي هم دايما كانوا بيتكلموا معايا قالوا لي على فكره انت لو ركزت انت يعني هتلعب في المكان ده 10 سنين كمان. في السيرد باك، ما كانوش بيكلمنا على باك ليفت. لحد ما يعني بعد الماتش، كان انا فاكر ان حصل اجتماع تاني يوم، لان كان في مشكله كبيره في النادي عندنا. وكان ساعتها كان كابتن الفريق كابتن حسام غالي، وفاكر ان هو قال ان احنا ما كانش ينفع ماتش زي ده، يعني ما شيلش لعيب لسه صغير ولعيب لي اول ماتش. فانا بتاسف نيابه عن اللعيبه كلها، يعني كان بيتاسفوا كده ان احنا ما قدرناش ان احنا نبقى معاك كويسين. فانا بصراحه حسام اللي قال لك كده، بصراحه كان عامل اجتماع عمل للفرقه اجتماع كلها. للفرقه. بس ومن ساعتها انا اصلا يعني الحمد لله ربنا كرمني ان انا كان في منتخب، فكان لسه فيه يعني عايز اعمل كريدت عند الناس تاني عشان خاطر الناس تبص لي بصه كويسه. فلعبت ساعتها بقى في امم افريقيا الحمد لله، وخدت ثالث افريقيا، ولعبت في كاس العالم، وجالي عروض بعدها كمان. كان مين في كاس